أعزائي المشاهدين، تقبل الله صيامنا وصيامكم وقيامنا وقيامكم وضاعف لنا ولكم الأجر. في حلقة ماضية قمنا بعرض حالة سيدة مصابة بمرض مزمن، شرحنا ظروفها الصحية وكيف أصبحت بحاجة ماسة إلى المساعدة في ظروفها الصعبة. فتحنا المجال واسعا أمام الراغبين في فعل الخير، وقد استجابوا سريعا بعد بث الحلقة مباشرة لتبدأ التبرعات في الوصول إلى الإمام الذي أوصلها مباشرة إلى هذه السيدة. لنتابع. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. ربي صحيح صدري ويسر لي أمري وحلقة من لساني يفقهوا قولي. ما شاء الله أخوتك فإن زارك إن شاء الله ويزورك الشفاء إن شاء الله. الشفاء إن شاء الله، لا بس الطهور إن شاء الله. سأل الله الأربع عصمين يشفيك، سأل الله الأربع عصمين يشفيك، شفاء لا غدر سقما ولا ألم. ترجع إن شاء الله سالم غانم، وترجع إن شاء الله الأهل البرء التام ان شاء الله. مالك الله يبعث شهر مبارك، سوى الله الشفاء التام، لبس الطهور ان شاء الله، لبس الطهور ان شاء الله، لبس الطهور. مالك الله يبعث الطهور ان شاء الله. اخوتك اخواتك ما شاركونش في المساعدات، لا نقرا اسمائهم، تدعي لهم الله دعوه المريض مستجاب. جاتك 100,000 من عند رجل بواسطه بقاله حتى المسيد، جاتك عقبه 500,000 جابها لنا الشاب وضحها في المنزل، جاتك عقبه 100,000 من عند رجل من جايتنا في انقولا، جاب أطهاننا الشاب في الكسر نجابة عن الأخ اللي في الأخ اللي في أنقولة، جاتك أربعة 10,000 جابها لنا رجل بعد صلاة العصر في المنزل، جاتك أربعة 10,000 جابها لنا رجل بعد صلاة الظهر عند باب المنزل، جاتك أربعة 10,000 من عند امرأة باص بقالة حرمسي، جاتك أربعة 1,000 من عند امرأة باص بقالة حرمسي، جاتك أربعة 20,000 جابت امرأة في المنزل وقت صلاة التراويح مجتمعها امها، جابت امرأة 5,000 جابت امرأة في المنزل قبل صلاة العشاء، معاها 200 مع راجل متافق معاه من جامعة اعطى 200 وضش، جاتك عربة 40,000 200 وقيطها رجل والله ايش مع ذاك اعطاتي، جاتك 40,000 من عند رجل من جايته في الكونغو وباص صراف تهليدية كرفو. جاتك أكثر 80,000 من عند رجل مجايتنا في أنقولة بواسطة محل العكاظ التجاري، جاتك أكثر 40,000 من عند رجل مجايتنا في أنقولة بواسطة صلاة الخض الكبتة، جاتك أكثر 28,000 من عند رجل مجايتنا في أنقولة بواسطة صلاة الخض الكبتة، جاتك أكثر 25,000 جابها لنا الشاب وضحى في المنزل ومشيها معاه رجل مجايتنا في ساحي العاج دي فوا والله اسم إكليفة، جاتك عقباك 8,000 جابت لنا مرة ضحى في المنزل، جاتك عقبه 4,000 جابها لنا الشاب بعد صلاة العشاء في المنزل، جاتك عقبك 50,000 جابها لنا الشاب في المسجد بعد صلاة الظهر، جاتك عقبك 10,000 جابها لنا الشاب في المسجد بعد صلاة الظهر مشيها معاه رجل وطهو 10,000 من عند راسه، جاتك عقبك 10,000 جابها لنا الشاب في المنزل بعد صلاة العصر مشيتها مع والدته، جاتك عقبك 45,000 جابتها لنا امرأة عند باب المنزل مساء من عندها هي وأخواتها، هي وأخواتها، جاتك على 50,000 جابها لنا رجل المنزل مساء وهي من عند رجل آخر من جارتنا في أنقولة، جاتك على قبلك 27,000 و700 توقية جابتها لنا امرأة صلاة التراويح عند باب المنزل، جاتك على 10,000 جابها لنا رجل بعد صلاة التراويح عند المنزل، جاتك على 20,000 جابها لنا الشاب عند باب المنزل بعد صلاة الجمعة وهي من عند شاب آخر في الكونغو، جاتك عقبة 5,000 جابها لنا الشاب المنزل بعد صلاة الجمعة مجتمع أمره في القصر معها 500 مشيها معها شاب أخر، جاتك عقبة 2,000 جابتها لنا امرأة عند باب المنزل بعد صلاة الجمعة، جاتك عقبة 8,000 جابها لنا الشاب في المسجد بعد صلاة العصر مشيها مع رجل أخر من جايتنا في أنقولة، جاتك عقبة 10,000 جابها لنا الشاب في المسجد بعد صلاة العصر، جاتك عقبة 10,000 جابتها لنا امرأة في المنزل، جاتك عقبة 7,000 جابتها لنا امرأة وضحى في المنزل، جابك عقبك 2,000 جابها لنا رجل صلاة العصر في المنزل، جابك عقبك 2,000 جابها لنا رجل بعد صلاة العصر في المنزل، جابك 1,000 جابتها لنا امرأة بعد صلاة الظهر في المنزل، جابك عقبك 5,000 جابتها لنا امرأة بعد صلاة العصر في المنزل، جابك عقبك 12,000 جابتها لنا امرأة بعد صلاة العصر في المنزل، جابك عقبك 2,000 و700 توقية جابتها لنا امرأة بعد صلاة التراويح في المنزل، جابك عقبك 50,000
جابها لنا رجل بعد صلاة التراويح في المنزل، جابها عبها 5000، جابها لنا الشاب في المنزل بعد صلاة العصر مشيتها مع امرأة. جات قال ابغى 5000، جابها لنا الشاب بعد صلاة المغرب في المنزل مشيت مع امه. جات قال ابغى 20000، جابها لنا الشاب في المنزل بعد صلاة التراويح مشيت مع اخته. جات قال ابغى 10000، جابها لنا الشاب في المسجد بعد صلاة المغرب. جاك مليون وقية، جاك مليون من عند رجل من شاية نفان قولة بعد صلاة للسالك محمد العاق وكبتها. جاتك 100000، وجاتك 100000 و 8000 من عند رجل من شاية نفان قولة بعد صلاة للسالك محمد العاق. جاتك 53000 من عند رجل من شاية نفان قولة بعد صلاة للسالك محمد العاق. جاتك 36000 و 900 وقية من عند رجل من شاية نفان قولة بعد صلاة للسالك محمد العاق. جاتك 120000 من عند رجل من شاية نفان قولة بعد صلاة للسالك 17 محمد بن السالك. جاتك 151000 و 800 وقية من عند رجل من شاية نفان قولة بعد الحانوت 420 كبتال. جاتك عقب ذاك 200000 و 80000 من عند رجل من شاية في الامارات بعد الحانوت ب 101 كبتال. جاتك 100000 من عند رجل من شاية نفان قولة بعد صلاة الخضر كبتال. جاتك 184000 و 800 وقية من عند رجل من شاية نفان قولة بعد صلاة الخضر كبتال. جاتك 40000 و 500 وقية من عند رجل من شاية نفان قولة جابها لنا الشاب في المنزل وقت صلاة العصر. جاتك 100000 من عند رجل من شاية نفان قولة بعد صلاة الخضر كبتال. جاتك 64000 من عند رجل من شاية نفان قولة بعد صلاة الخضر. جاتك 100000 من عند رجل من شاية نفان قولة بعد حانوت اير 125 كبتال. جاتك 50000 من عند رجل من شاية نفان قولة بعد حانوت اير 120 كبتال. جاتك 29000 من عند رجل من شاية نفان قولة بعد حانوت اير 125 كبتال. جاتك 50000 من عند رجل من شاية نفان في الدوحة قطر بعد صرافة ب 17 سوق تشيد كبتال. جاتك 50000 من عند رجل من شاية نفان قولة بعد حانوت اير 120 كبتال. جاتك 15000 من عند امرأة من شاية في الكونغو فين تبغى بعد حانوت اير 67 كبتال. جاتك 20000 من عند رجل من شاية في الكونغو برازافيل وبسط الحانوت اير 67 كبتال. جاتك 35000 من عند رجل من شايتنا في ساحل عاش وبسط الحانوت اير 4 كبتال. جاتك 44000 و200 وقيه من عند رجل من شايتنا في انقولا وبسط الصرافه بسط الاستهلك 17 كبتال احمد احمد. جاتك 43000 من عند رجل من شايتنا في انقولا وبسط صرافه الخضر كبتال. جاتك 30000 من عند رجل من شايتنا في الكونغو بين تنوار وبعض صرافة هلال كبتال. جاتك 13000 من عند رجل من شايتنا في القابون وبعض صرافة ليدية كرفور. جاتك 28000 من عند رجل من شايتنا في أنقولة وبعض الحانوت اير 120 كبتال. جاتك 13000 من عند رجل من شايتنا في أنقولة وبعض الحانوت اير 120 كبتال. جاتك 27000 من عند رجل من شايتنا في أنقولة وبعض الحانوت ب 101 كبتال. جاتك 10000 جابها لنا الشاب بعد صلاة العصر المنزل. جاتك 10000 جابها لنا الشاب آخر المنزل بعد صلاة العصر. جاتك 8000 من عند مرة في ناقش طباس الحانوت أربعة. جاتك 7000 من عند مرة في ناقش طباس الحانوت أربعة كبتال. جاتك 2000 من عند رجل في ناقش طباس الحانوت أربعة كبتال. جاتك 2000 من عند مرة في ناقش طباس الحانوت أربعة كبتال. جاتك 20000 من عند مرة أبو حديدة ناقش طباس الحانوت أربعة كبتال. جاتك 3000 من عند امرأة في نوازي وباسط بتقى الشمال. جاتك 19000 من عند مرتين من جايتها بصبانيا وباسط بتقى الشمال. 19000 من عند مرتين من جايتها بصبانيا وباسط بتقى الشمال. جاتك 16000 و200 وقية من عند رجل في نوازي وباسط بتقى الشمال. جاتك 5000 من عند رجل وباسط بتقى الشمال. جاتك 1000 من عند امرأة في نوازي وباسط بتقى الشمال. جاتك 5000 من عند امرأة في نوازي وباسط بتقى الشمال. طيب 4000 من عند رجل ماوي باسط بتقى الشمال. جاتك عقبك 10000 من عند رجل ماوي باسط بتقى الشمال. جاتك 10000 اخرى من عند رجل ماوي باسط بتقى الشمال. جاتك 5000 من عند رجل ماوي باسط بتقى الشمال. جاتك 7000 من عند رجل ماوي باسط بتقى الشمال. جاتك 2000 من عند رجل ماوي باسط بتقى الشمال. جاتك 16000 من عند رجل في ماوي باسط بتقى الشمال. جاتك 2000 من عند رجل ماوي باسط بتقى الشمال. جاتك 2000 من عند امراه اخرى في ماوي باسط بتقى الشمال.
ثلاثة آلاف ما أبي تقية من عند رجل بس بتقل شمال ثلاثة آلاف ألف من عند مرة في ناقص بس بتقل شمال ثلاثة آلاف من عند مرة في ناقص بس بتقل شمال ثلاثة آلاف أخرى من عند مرة أخرى في ناقص بس بتقل شمال ثلاثة آلاف ألف من عند مرة في ناقص بس بتقل شمال ثلاثة آلاف عشرين ألف من عند رجل من جايتنا في أنقولة وبس بتقل شمال ثلاثة آلاف ألفين من عند مرة في ناقص بس بتقل شمال ثلاثة آلاف ألفين من عند مرة أخرى ثلاثة آلاف ألفين من عند مرة أخرى في ناقص بس بتقل شمال شاك عقبك 4000 من عند في الزويلات وبات بوتيك الزويلات كبيتا شاك 10000 من عند مره في ناقش طباس بوتيك الزويلات كبيتا شاك 12000 من عند مره في ناقش طباس بوتيك الزويلات كبيتا شاك 5070 وقيه من عند مره في ناقش طباس بوتيك الزويلات كبيتا شاك 5000 من عند مره في ناقش طباس بوتيك الزويلات كبيتا شاك 2400 بات بوتيك الزويلات كبيتا شاك 2000 من عند مره بات بقاله حق المسجد شاك 5000 من عند رجل باص تبقى له حد المسجد. شاك 5000 شاك عقب ذاك شابت لنا مره بعد صلاه العصر في المنزل. شاك 3000 شابها لنا رجل في السوق كبيتال. 2000 من عنده هو و2000 مشاه معاه رجل اخر. شاك 2000 شابت لنا مره في السوق كبيتال. 2000 شاك 2000 اخرى شابت لنا مره اخرى في السوق كبيتال. العيال متابعه قالت لك طلعت 2000. شاك 2000 شابها لنا رجل في السوق كبيتال. شاك 1000 شابها لنا الشاب في السوق كبيتال. 1000 اخرى شابها لنا الشاب اخر في السوق كبيتال. 6000 جابها لنا الشاب بسوق كبيتال وهي عند رجلين اخر 10000 جابها لنا رجل بسوق كبيتال جاتك 4000 جابها لنا الشاب بسوق كبيتال جاتك 100000 جابها لنا رجل في المنزل بعد صلاه العصر ومشيها مع رجل اخر من جايتنا في الامارات جاتك 40000 من عند رجل من جايتنا في انقولا وباص بوتيك كيف كبيتال جاتك 40000 اخرى من عند رجل من جايتنا في انقولا وباص بوتيك كيف كبيتال جاتك 120000 جابها لنا الشاب في المنزل قبل صلاة المغرب وهي عند رجل من جايتنا في أنقولة جميع فلطك 4,700,000 و1290 وقية 4,700,000 و1290 وقية بارك الله لك إن شاء الله جزاهم الله خيرا يكون السبب في الشفاء إن شاء الله تعالى هاي 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 600,000 700,000 800,000 900,000 هذا مليون هذه 100,000 هذه 200,000 300,000 400,000 500,000 600,000 700,000 800,000 900,000 هذا مليون هذا مليونين هذه 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 600,000 700,000 800,000 900,000 هذا مليون ثالث هذه 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 600,000 700,000 800,000 900,000 هذا المليون الرابع هذه 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 600,000 700,000 هذا كم؟ هذا 4,000,000 و700,000 هذه 1290 وقية هذا 1290 وقية 4,000,000 و700,000 هذا 1290 وقية الله يعطينا ويعطيكم العافية إن شاء الله وكثر خيرنا وخيركم وهم وهذه الجماعة كاملة اللي ساعدتكم إن شاء الله أنتم وهذا عدتونا أنتم وهم أسباب وكثر خيرنا وخيركم وعيننا وعينكم إن شاء الله على طاعة مولانا والله هاي الجماعة اللي أعطتنا هذا يعطينا ويعطيها العافية وكثر خيرنا وخيرهم يعطيها إن شاء الله
ان شاء الله هذاك الدارين بيعطيه لهم ولا لهم ان شاء الله. اعزائي المشاهدين، ان هذه الاستجابه السريعه وهذا الكرم الكبير لهو خير دليل على ان هذا المجتمع ما زال يحتفظ بقيمه النبيله واخلاقه الرفيعه، فهنيئا لمن قدموا من دنياهم لاخرتهم على الفوز والفلاح.